أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل يقول أحسن الله إليكم: بعض الناس يقومون بتربية الأغنام ذات السلالة الجيدة ويقومون بغسلها وتنظيفها ويقام لها سوق خاص وتباع بأثمان غالية، فهل يجوز ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا من الإسراف والتبذير والبذخ، ولا يجوز هذا، المبالغات وإنفاد المال بمثل هذه الأمور وهالمسابقات، هذه حرام. مسابقة عليها وأخذ الجوائز عليها حرام، من أكل المال بالباطل. نعم.